الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن والتوفيق. الله عز وجل، نستمر في قراءة كتاب تيسير العلام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 21 من جماد الأولى لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر 12 لعام 22 و2000، وقد بلغنا باب حضور النساء المسجد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم. باب حضور النساء المسجد. الحديث 58 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله والله فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. يعني ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إذا استأذت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يعني لا يجوز منع النساء من المساجد، مع أن كما في الحديث أن خير صلاة المرأة في بيتها. لكن لو نشطت أو حبت تذهب خطبة الجمعة ولا صلاة التراويح ولا فلا تمنع. فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال بن عبد الله، أحد أبنائه اسمه بلال، يعني أخذته الغيرة فقال والله لنمنعهن. غضب عبد الله فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. كيف أنت تحاد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وهذا الدليل على تعظيم السنة. وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله. المعنى إجمال الحديث، قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكم خروج المرأة مبينا حكم خروج المرأة إلى المسجد. حكم، ما تقول حكم، حكمة أصبها سكن تسلم، قل حكم خروجي. نعم. مبينا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لئلا يحرمها فضيلة الجماعة عن المسجد. لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد. وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حين حدث بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة، فحملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على المشرع والله لنمنعهن. ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الغضب لله ورسوله على أن سبه سبا شديدا. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. يعني كيف لو رأى بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حال النساء اليوم ذاك الزمن، وحملته الغيرة. وأحسنت بقولك الغيرة، اسم الغيرة وليست الغيرة. الغيرة، حملته الغيرة على أن يقول والله لا نمنعه. الله المستعان. اليوم حدث ولا حرج،
طيب ما يؤخذ من الحديث؟ ما يؤخذ من الحديث قال رحمه الله تعالى: أولاً استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك. تمام. ثانياً أن جواز الإذن لها مع عدم الزينة والأمن من الفتنة كما صحت بذلك الأحاديث. نعم. ثالثاً ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة، أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن كما يأتي في حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. رابعاً، يعني هذا ليس الحديث محمول على العيدين، العيدين بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن. نعم. رابعاً، شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. خامساً، أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه أن يكون ذلك بأدب واحترام وحسن توجيه. صحيح. بارك الله فيك. طيب نكتفي بقدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.